بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. طبعا اليوم الفيديو حيكون عن أمطار الخير التي تتساقط الآن على ربوع قطاع غزة وربوع الوطن الفلسطيني. أمطار الخير والبركة. نحن اليوم في يوم الجمعة والمزارعون يشتاقون لهذه الأمطار، لأنها أمطار خير وبركة على المحاصيل الإنتاجية الزراعية. سبحان الله، فصل الشتاء اليوم في هذه السنة حيكون غامر بالأمطار الخير والبركات. نترككم أعزائي المشاهدين مع هذه المقتطفات من الفيديو للاستمتاع. ما تنسوناش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس واختيار الكل ليصلكم كل ما هو جديد، والإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفل الفيديو. والسلام عليكم.